وسط اهتمام دولي بالملف الليبي، مؤتمر ميونخ للأمن يختتم فعالياته اليوم بمشاركة مصر وممثلي أكثر من 40 بلدا. قصف صاروخي تركي على مواقع للجيش السوري في ريف حلب الشمالي، وأنقرة ترسل آليات جديدة إلى داخل الأراضي السورية. ارتفع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1665 حالة، وأكثر من 70 شركة طيران تلغي رحلاتها الدولية للصين بسبب الفيروس. العاشرة بتوقيت جرينتش، 18 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. تختتم اليوم فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة مصر وممثلي أكثر من 40 بلدا. وعلى مدار 3 أيام ناقش المؤتمر عددا من القضايا الدولية في الشرق الأوسط والخليج العربي، إضافة إلى ردود الفعل الدولية على خطة السلام الأمريكية والأخطار التي تواجه القارة الأوروبية، فضلا عن تبعات تفشي فيروس كورونا وأثر تغير المناخ على الاقتصاد العالمي. كما تستضيف مدينة ميونخ الاجتماع الأول للجنة المتابعة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية. يأتي اجتماع ميونخ قبيل اجتماع أوروبي لبحث المساهمة في تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. في إطار المساعي الدولية لوضع حد للأزمة الليبية، تستضيف مدينة ميونخ الألمانية الاجتماع الأول للجنة المتابعة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا. الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه يضم وزراء خارجية الدول التي شاركت في قمة برلين والتي عقدت في 19 من يناير الماضي لتعزيز الهدنة في ليبيا، إلا أن ميليشيات فايز السراج لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولم تتوقف تركيا عن دعمها بإرسال الأسلحة والمرتزقة. ويأتي اجتماع مسار برلين قبيل اجتماع هام لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث المزيد من الإجراءات لتنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة وتقديم المساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. العواصم الأوروبية أصبحت على يقين بأن وقف القتال في ليبيا يرتبط بصورة مباشرة بمنع تهريب وتصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع، خاصة من قبل تركيا، وهو ما أكده رئيس مؤتمر ميونخ للأمن فولفغانغ إشنر. وخلال الأسابيع الماضية بات المجتمع الدولي على يقين من خرق تركيا مرارا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر إرسال الآلاف من المرتزقة والمعدات العسكرية لدعم ميليشيات فايز السراج في طرابلس، الأمر الذي يعرقل الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين دكتور زاهي علاوي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور زاهي تحياتي لك. تحياتي، صباح الخير. أهم المحاور التي ناقشها مؤتمر ميونخ للأمن خاصة فيما يتعلق بالشأن الليبي. لم أسمع بقية السؤال. أسأل حضرتك عن أهم المحاور والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر خاصة فيما يتعلق تحديدا بالشأن الليبي. صراحة يعني الملف الليبي وخاصة وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن بتبني هذا القرار لا زال يطرح ويناقش حتى هذه اللحظة في مؤتمر ميونخ. هناك الآن جلسة لمناقشة الملف الليبي. طبعا القضايا الهامة التي شغلت هذا المؤتمر وبشكل صريح وواضح هو الوضع في سوريا وخاصة الهجمات التي يشنها النظام السوري على الشمال السوري والضحايا الأبرياء في هذا البلد، الوضع كذلك في ليبيا، الأزمات السياسية التي تعصف في المنطقة الأوروبية، وكذلك بعض الخلاف مع الولايات المتحدة والذي بدا جليا في كلمة الرئيس الألماني شتاينماير عندما اتهم سياسة ترامب بأنها أحادية الجانب وبأنها فيها نوع من الأنانية، الأمر الذي رده طبعا وزير الخارجية بومبيو بالرفض وقال إن الولايات المتحدة ستنتصر في حال انتصرت أوروبا. لكن الملف الليبي لا زال يعصف بأروقة المؤتمر حتى هذه اللحظة. كان هناك طبعا مناقشات ومداولات لكيفية تطبيق القرار الذي تم أو القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر برلين،
وكذلك الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تحديدا. طيب إذا ما كان هناك إصرار دولي على حظر توريد الأسلحة لليبيا، ما هي الآليات المتبعة؟ لأن فعليا هناك أسلحة تدخل من تركيا إلى ليبيا. طبعا آليات حظر هذه الأسلحة لم يتم التطرق إليها بشكل مباشر، ولكن كان هناك مبادرة ومطالبة بإعادة تفعيل القوى الأوروبية للبحر المتوسط لمراقبة السفن التي تصل إلى ليبيا، خاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة. هذا الأمر لا زال شائكا، هناك مطالبات وهناك مناشدات وهناك دعوات صريحة لمنع توريد الأسلحة إلى طرفي الصراع في ليبيا. هناك أيضا مطالبة من الأوروبيين بضرورة مراقبة السواحل وبضرورة مراقبة الطرق المائية لفرض القيود على منع وصول الأسلحة إلى طرفي النزاع في سوريا في ليبيا. ولكن المشكلة هي في آلية التنفيذ، لا زال هناك خلاف حول هذه الآلية، حول الرقابة خاصة في المياه الإقليمية. وهذا الأمر كان أيضا شائكا في مؤتمر برلين، ولكن أعتقد أن خلاصة المؤتمر اليوم سيكون هناك بعض الآليات التي يمكن طرحها على الدول المشاركة في هذا الصراع لمنع وصول الأسلحة إلى طرفي الصراع. شكرا جزيلا دكتور زاهي علاوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من برلين. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر حوار برعاية الأمم المتحدة. ونفى وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن وجود أي اتصالات مباشرة مع إيران، مؤكدا أن الرياض ستكون مستعدة لمناقشة موضوع المحادثات عندما تعترف طهران بتصرفاتها العدوانية وتأثيرها على عدم الاستقرار الأمني في المنطقة. صعدت تركيا عملياتها العدائية ضد الجيش السوري لدعم الميليشيا الإرهابية بشمال سوريا، حيث شنت الميليشيا الإرهابية هجوما على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري بريف حلب الغربية، تزامنا مع قصف مدفعي تركي مكثف. كما عززت تركيا آلياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، وذلك في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري بعد انتصاراته المتتالية على الميليشيا الإرهابية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انتصار الجيش السوري على الإرهاب في محافظة إدلب آخر معقل الميليشيا الإرهابية في سوريا أمر حتمي. وأشار لافروف إلى أنه رغم إعلان الولايات المتحدة قضاءها على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، إلا أن هذا التنظيم عاد مرة أخرى. كان 14 عسكريا تركيا قتلوا خلال الأيام الماضية في المواجهات بين الجيش السوري والقوات التركية المساندة للميليشيا الإرهابية شمال سوريا. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 1665 حالة بعد إعلان وفاة 142 مصابا، رغم انخفاض معدل الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي. من جانب آخر، أعلنت اليابان ارتفاع عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة السياحية دايموند برينسس إلى 355 شخصا. يأتي ذلك بينما أعلنت الولايات المتحدة وهونغ كونغ عن استعدادهما لإجلاء مواطنيهما من على متن السفينة الخاضعة للحجر الصحي قبلة سواحل اليابان منذ 10 أيام. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور جون جابور الممثل الدائم لمنظمة الصحة العالمية في مصر. دكتور جون تحياتي لك. مساء الخير. مساء الخير. أين نقف تحديدا فيما يتعلق بالفيروس في الصين من جهة وعالميا من جهة أخرى؟ اللي عايز اقوله يعني في تقرير حضرتك اللي قلتيه ده مهم جدا، انه على مستوى العالم الحالات عم تكتشف، عدد الوفيات انا ما براهن بالعدد يعني اللي هو العدد الابسوليوت، ولكن معدل الوفيات ما زال منخفض جدا لا يتعدى 2.2%، وهذا مؤشر جيد على شراسة الفيروس نفسه. اما نحن يعني في مصر كان شفنا انه صار في ابلاغ لحاله طلعت رسميا بتقرير صحفي ما بين منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه والسكان،
ونحن على تعاون دائم مع وزارة الصحة والسكان والحكومة المصرية لوضع بين أيديهم جميع الدلائل الإرشادية الحديثة والمعلومات الحديثة عن الفيروس ليأخذوا القرارات الصحيحة. صحيح. طبعا الإبلاغ عن حالي هو شيء بالنسبة لنا مطمئن، الشفافية في الإبلاغ لدى الحكومة المصرية مطمئن أكثر، وهيدا مهم جدا، وكنا نحن على اتصال دائم من أول ما اشتبه بالحالة في مصر كمنظمة الصحة العالمية، ودعمنا الحكومة المصرية بكل الإرشادات الصحية المطلوبة من يوم الخميس حتى تأكيد الحالة، وبالتالي اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لعزل هذه الحالة وحماية المجتمع المصري. نعم. من عزل هذه الحالة، ولكن الأشخاص الآخرين الذين كان هناك تعاملات يومية معهم، هل تم الكشف عليهم أيضا؟ نعم، يعني ده كلام صحيح. طبعا نحن لما بنتعامل دايما مع فيروس جديد أو أي ميكروب جديد، يعني دايما بنكون عم نبني المعلومات بشكل مستمر كمنظمة الصحة العالمية، وبنعطي الإرشادات، ومن ضمنها هي ملاحقة المخالطين، وبالفعل تم ذلك في مصر. هنالك عدد من المخالطين معزولين في البيت، يعني هوم ايزوليشن بنسميها، وتطبقها عديد من البلدان، وتراقب من قبل وزارة الصحة والسكان، وفي حال ظهور أي عوارض لهؤلاء الأشخاص يعني يفحصوا معمليا علشان التأكد إذا كانت كورونا أو لا. أنا بدي أشير ولكل العالم من خلال هذه الشاشة الكريمة إنه الكورونا فيروس هو يشابه البرد العادي، يعني ما كل واحد عنده عوارض برد عادي معناته عنده كورونا، لأنه عم نسمع إشاعات كتير، ونحن لازم نعرف ونتعامل معهم كسلطة، إن كانت سلطة محلية أو كمنظمة الصحة العالمية، بتوفير كل الدلائل الإرشادية للتعامل مع الشائعات. أما على المجتمع كمان أن يتعاون مع الحكومة المصرية لعدم رمي هذه الشائعات، لأنه بتخلق بلبلة بدون أي سبب. شكرا. وبدون أي يعني بدون أي داعي. نعم، جزيل الشكر دكتور جون جابور، الممثل الدائم لمنظمة الصحة العالمية بمصر. حجزت سلطات مطار هيثرو في لندن 8 طائرات في أثر الاشتباه في إصابة عدد من الركاب بفيروس كورونا الجديد، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران في المطار. من جانبها أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها إلى البر الصينية، كما قررت السلطات الروسية أيضا تعليق رحلات الطيران المستأجرة من وإلى الصين. في أحدث تقرير دولي يرصد الآثار الاقتصادية المتوقعة عالميا بسبب فيروس كورونا، أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر تقدر $5 مليارات أمريكي بسبب إجراءات حظر السفر. تقرير الإيكاو أوضح أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية من وإلى الصين، فيما قلصت 50 شركة طيران أخرى العمليات الجوية إليها. المنظمة التابعة للأمم المتحدة أشارت إلى أن التقديرات الأولية للربع الأول من العام الجاري شهدت انخفاضا عاما بنحو 40% من سعة الركاب مقارنة بعام 2019. وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المرتبطة بالسياحة الناجمة عن تخفيض أعداد المسافرين الصينيين، قدرت الإيكاو أن اليابان قد تخسر 1.3 مليار دولار أمريكي من إيرادات السياحة، تليها تايلاند بـ1.150 مليار دولار أمريكي. وأشارت الإيكاو إلى أن تقديراتها الأولية للخسائر بسبب فيروس كورونا لا تشمل الآثار المحتملة بسبب الانخفاض في أنشطة الطيران المختلفة بالمناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ ومكاو وتايوان. وتوقعت منظمة الطيران المدني الدولي في ختام تقريرها أن تكون تأثيرات فيروس كورونا الجديد أكبر من تلك الناتجة عن وباء السارس عام 2003 في ضوء الحجم الكبير والمدى العالمي الأكبر لإلغاء الرحلات الجوية. أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ تشكيل حكومته التي سيتم عرضها خلال أيام على البرلمان. وأكد الفخفاخ أن حركة النهضة قررت الانسحاب من الحكومة وعدم منحها الثقة عند طرحها على البرلمان، وذلك قبل ساعات من إعلان تشكيلها، مشيرا إلى أن هذا الخيار يضع البلاد أمام وضع صعب يقضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة.
وفي العراق أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلة حكومته، متعهدا بأن تكون الحكومة مستقلة دون تدخل الأطراف السياسية. وعبر علاوي عن أمل في حصول تشكيلة حكومته على موافقة مجلس النواب للبدء في تنفيذ مطالب الشعب. يأتي إعلان عن القرب في تشكيل الحكومة بينما تتواصل التظاهرات الرافضة لاختيار علاوي رئيسا للوزراء، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يطالب المحتجون برحيلها. في مصر أطلقت وزارة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام. وقالت وزارة الصحة إن الحملة تشمل جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16,500,000 طفل تقريبا، لافتة إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين. أما في المدن فسيتم بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة. نظمت وكالة الفضاء المصرية يوم الفضاء المصري، وذلك تحت شعار الفضاء من أجل المجتمع، حيث يتم الإعلان عما حققته مصر من إنجازات في مجال الفضاء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل دي أم سي مصطفى سعد. مصطفى حياتي لك، وأسألك عن الترتيبات لهذا اليوم كيف تجري؟ إمام، بالفعل نحن الآن متواجدون داخل مركز إعداد القاضة، حيث الاحتفال بيوم الفضاء المصري والذي الأول من نوعه في هذه الاحتفالية. يتضمن هذه الاحتفالية وهذا الحدث العديد من الفعاليات المختلفة، منها افتتاح 3 ورش والتي تتضمن اكتساب المعلومات وأيضا نقل واستحداث وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء إلى جميع طلاب المدارس والجامعات المتواجدين الآن. وبهذا افتتحت 3 ورش. أيضا افتتح منذ قليل معرض المنتجات الخاص بوكالة الفضاء المصرية، والذي يتضمن العديد من الأجهزة المختلفة التي أنتجت من خلال وكالة الفضاء المصرية، وأيضا التي تساعد في وتساهم في التجهيزات الخاصة لوكالة الفضاء المصرية لنقل المعلومات من بوردات الخاصة بوكالة الفضاء، وأيضا كمبيوتر الفضاء، وأيضا هذا الهيكل الخاص بهيكل الفضاء المصري القمر. هناك العديد من الأجهزة المتواجدة والمتطورة داخل معرض منتجات وكالة الفضاء المصرية. على هامش هذا الحدث الهام كرم العديد من الشخصيات العامة والجهات المختلفة التي ساهمت في وراعة هذا اليوم الكبير في وكالة الفضاء المصرية، وساهمت أيضا في طلوع هذا الحدث بالشكل اللائق والشكل الناجح. أيضا هناك العديد من الشخصيات العامة، حضور كبير من الشخصيات العامة، الوزراء، وهذا الحدث أيضا يأتي برعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يترأس هذه الوكالة، وحضور العديد من الجهات المختلفة من رؤساء وكالات الفضاء العالمية. شكرا جزيلا مراسل دي أم سي مصطفى سعد. رياضيا، يستضيف الإسماعيلي فريق الرجاء المغربي في 9 مساء اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال على استاد الإسماعيلية، وستقام مواجهة الإياب في الدار البيضاء يوم 15 مارس المقبل. محليا، يلتقي وادي دجلة مع نادي مصر في 2 عصرا بدور 16 من كأس مصر، وتأهل دجلة لهذا الدور بفوزه الكبير على نادي بلة برباعية نظيفة في الدور 32، بينما تخطى نادي مصر عقبة الجونة بركلات الترجيح. عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز صعب على مستضيفه نوريتش سيتي 1-0 في الجولة 26، وسجل البديل ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي والذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 18 نقطة في المركز 20 والأخير. ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة.